صاحبي اللي ما بتسندش بجد إلا عليك. أنا كل حرف في اسم مصري ساوي عندي كتير، مش بس بعشق أرض بلدي بخاف عليها وأبيك، ومهما حد في يوم يفكر إنه يأذيها أنا مش هخاف علشان بلدنا دي ليها رب كبير. يا رب حافظ على البلد دي وصونها واحميها، بلدنا محمية ومصر مش هتروح لو راح آخر نفس فيا. أنا النهاردة يا رب راجع مش عشان نفسي، أنا جاي بادع البلدي اللي أهم من نفسي. يا رب خلي بلدنا دايما راس عالية لفوق، ولا أي شبر في مصر حد النهارده يا رب راجع مش عشان نفسي، انا جاي بادع البلدي اللي اهم من نفسي. يا رب خلي بلدنا دايما راس عالية لفوق، ولا اي شبر في مصر حد يمسه يندسه. مشاهدينا الكرام مساء الخير، دائما نلتقي بكم بعد انتهاء نشرة أخبار الظهيرة وساعة على الهواء من مصر. الموضوع الذي نحن بصدد الحوار عنه اليوم هو التعديل الوزاري بين ضرورات التعديل واستقرار الأداء. فقد ألحت الضروريات والتغيرات الاقتصادية المستحدثة في المشهد الاقتصادي وما تفضي إليه من
تنبؤات في المشهد المستقبلي إلى ضرورة إحداث حراك في الأداء الحكومي فيما يختص بمستوى الأداء الاقتصادي للحكومة ككل. نعلم تمام العلم أن هناك مشاكل عديدة تواجه المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، مشاكل موجودة بالنسبة لسعر الصرف، مشاكل موجودة بالنسبة لارتفاع وانخفاض سعر الدولار، إذن فالدولار ونحن نستخدمه في التصدي في دفع المكونات للاستيراد كل ما نحتاج إليه من احتياجات ضرورية للشعب المصري. إذن هناك كثير من المتطلبات للمجتمع، نريد أن نوفر حياة كريمة ومستوى رفاهية مقبول، كل هذه الأمور استدعت توفير أداء جديد للأداء الحكومي وإحداث تغيير وتعديل فيه. لقراءة تحليلية في التعديل الوزاري الجديد الذي نحن بصدده الآن، معنا في الاستوديو الدكتور محمد سعد الدين المتخصص في إدارة الأزمات وأيضا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. أهلا بك. أهلا بك يا مدام. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، البعض بيعلق على التعديل الوزاري بعد ما تم الإعلان عن أسماء الوزراء المرشحين بأنه تمخض الجبل فولد تعديلا وزاريا لم يأتي على المستوى المطلوب، رأي حضرتك؟ لا، أنا يمكن أختلف معك شوية في حكاية أنه تعديل غير مطلوب، لأن ده مش رأيي الشخصي على فكرة. لا، اللي يقدر هذا من قام بالتعديل. بمعنى احنا عندنا حكومة، المفترض أن هذه الحكومة لها دور تنفيذي في تنفيذ استراتيجية مصر والموضوع كسياسات عشان ننهض اقتصاديا في الفترة ونحل الأزمات اللي احنا فيها. هذه الحكومة أوكلت لها هذه المهام. المهام دي هي عندها أعضاء في الحكومة اللي هي الوزراء المعينين، كل واحد المفروض بيقوم بدوره عشان ينجز هذا العمل. لو أنا كرئيس حكومة أو الجهات الرقابية على الحكومة شافت أن هذا الأداء ما هوش ماشي بالريتم المظبوط، ما هوش ماشي طبقا للسكيدول اللي محطوط، يبقى لازم يستوجب التغيير. يبقى التغيير اللي بيقدره الناس اللي بتراقب اعمال الحكومه، سواء رئيس الحكومه او الجهات الرقابيه اللي عليه. فلما يلاقي حاجه زي كده بيضطر ان هو يشوف من المقصر او من اللي مش قادر يتواكب مع الاداء الصح، فبيطلب التغيير. لكن يا فندم، الامال كانت كبيره والطموحات كانت اكبر، والبعض كان متصور ان في تغيير وزاري وليس تعديل فقط في بعض الحقائب الوزاريه. البعض كان بيرى ان في حقائب اولى بالتعديل، بان يتم تغيير الوزراء بها، لم يتم التعديل في هذه الحقائب. يعني دي الاسباب اللي ادت ان البعض يقول على التعديل الوزاري انه ما جاش على قدر الطموحات والتوقعات. ما هو انا معاك في الكلام ده، لان دي وجهة نظر طرف خارجي احنا بنشوفها، لكن ما احناش في المطبخ، مش موجودين معهم. احنا طرف اساسي يا فندم. ما هو احنا طرف اساسي، لان السياسات اللي هم بيعملوها ما هي بتقع علينا احنا. ما احنا ما عندناش كافة المعلومات عنها، ربما يكون هو ده الظروف اللي هو محطوط فيها، هو ده المجال اللي محطوط له، بمعنى اصح ما عندوش مقدره انه يؤدي اكتر من كده. فده في ناس موجودين بيشتغلوا، رئيس الوزراء هو اللي يقدر الكلام ده، ورئيس الجمهوريه هو اللي يقدر الكلام ده، لانه بيجتمع معاهم بيشوف نتيجتهم ايه. احنا كشعب بنراقب، ولنا بتاثر علينا الحاجات دي، بس التاثيرات دي ممكن تكون سلبيه علينا النهارده، لكن في الاول والاخر هي في النهايه طيب هتبقى ايجابيه. ما كانش اولى ان التغيير كان يبقى واسع واشمل؟ يعني مثلا في حقائب زي مثلا وزاره الصحه، ازمه الدواء، المستشفيات والاداء السلبي اللي موجود فيها. أنا معاك. يعني المواطن اللي بيحس بالخدمه المقدمه ليه
كان بيطلب تعديل وتغيير في سياسة وزارة الصحة، كان أولى، أو يعني مش عايز أقول أنه كان يدخل في التعديل مثلا، يعني البعض تصور أنا معاكي هذا التصور. يعني تكلمي صح، بمعنى إيه؟ أنت شايف أن المردود بتاع الوزارة دي مش على الوجه اللي أنت عايزاه؟ أيوة، لأن في شكاوى. حلو قوي، حلو قوي، تمام. السؤال، هل شخص الوزير هو السبب ولا السياسة اللي موضوعة للوزارة دي هي اللي متقديش صح؟ المفترض ان احنا، اقول لك عموما بقى عشان تفهم حضرتك، مفترض ان احنا لنا سياسات محطوطة. مين اللي بيحط السياسة يا فندم؟ الحكومة. يعني الحكومة مش الشخص، مش الوزير. الوزير لا 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 لا. المعني ب... لا، الوزير بتولي الوزير منفذ. الوزير منفذ. احنا في استراتيجية محطوطة للدولة اللي الرئيس حاططها مع الأجهزة القيادة السياسية، بتقول للحكومة احنا عايزين نوصل للنقطة دي، عاوزين نعمل دي، وامكانياتنا اهي، لو سمحتوا نفذوا الكلام ده. نيجي نبص هنا بقى، اداء الوزير ده كشخص ما هوش كويس. هنا بقى ما هوش كويس عشان هو مقصر في عمله ومش قادر انه يغيره. لكن لو انا شايف ان الظروف المحيطه بيه وسياسه الوزاره مش قادره تنفذ رغبتك اللي انت عايزاها ولا تقدم الخدمات اللي انت عايزاها، ده كلام تاني. ملوش، لو حطيت غيرت ده بده بده، هي اسماء بتتغير، لكن انا عاوز اغير الفكر، اغير السياسه اللي محطوطه. هو ده اللي مطلوب. لما يكون عندي حاجه فيها قصور ما افكرش في الشخص نفسه. افرض انت جبت عالم وحطيتيه في وسط مجتمع مش قادر يشتغل. بس الملاحظه هو كلام حضرتك صح طبعا 100%. وده اللي احنا بنطلبه، ان السياسات تظل ثابته. يعني عندما نضع استراتيجيه او سياسه لوزاره ما تظل موجودة بغض النظر عن تغيير وزير أو آخر. مزبوط. يعني الوزير يمشي، مش تتغير بقى الاستراتيجية بمشيانه وتتوقف عجلة العمل لغاية لما يجي الوزير الجديد ويدرس وبعدين يبتدي يحط سياسة جديدة. يعني المسألة دي خصوصا نحن في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، من أول مثلا 25 يناير لغاية النهاردة، تعاقبت وزارات كتيرة وتم تغيير العديد من الوزراء، وبالتالي البعض بيقعد شهر، البعض بيقعد 3 أشهر، فالفترة اللي بيقعدها قليلة. فلو اتغيرت السياسات مع كل وزير جاي وماشي، مش هيبقى فيه استقرار. عشان كده قلت لحضرتك، تقولي ما غيرناش الشخص ده ليه؟ قلت لك ان التغيير مش في الشخص، صح. التغيير في السياسة لما يكون النتيجة مش كويسة، لكن الشخص نفسه اللي اتغير اللي هو مش قادر ينفذ السياسه المطلوبه منه، بمعنى عنده قصور. هو ده احنا جايبين الوزير عشان ايه؟ عشان يدير الدفه المنظومه، والمنظومه طبقا للسياسه. عشان زي ما بنجيب القائد لطياره عشان يوصلك للهدف بتاعك يمين الفلاني، هو بقى بيشوف الظروف اللي حواليه ايه، الطيران ايه، فوق تحت ويخش. طب نفس الشيء بالنسبه للوزير. طب ايه الضرورات اللي استدعت تغيير الوزراء اللي تم تغييرهم اللي هم 9 حقائب؟ هنا بقى السؤال. ايوه، اكيد الناس ديت ما قدرتش تقود السفينة صح طبقا للسياسة المحطوطة. عنده قصور، مش عارف يتواكب، مش عارف يحل المشاكل بتاعته، ما هوش قائد للموضوع صح، وبالتالي استوجب تغييره. الدكتورة سحر نصر أضيف ليها وزارة الاستثمار. هل ده عبء عليها حضرتك بتشوف؟ يعني وزارة مهمة جدا أنا وزارة الاستثمار. أنا مش شايف إنه عبء، وإحنا عايزين نهتم بالاستثمار. بعد ما كانت وزارة مستقلة أصبحت يعني كأن وزارة ومقسومة 2. خليني أكون واضح معاك، ده مش عبء، لأن أنا مش هحمل الوزير كل حاجة. المفترض أن أنا عندي هيكل تنظيمي للوزارة بيأدي دوره طبقا للسياسات. الوزير موجود فقط ليتعرض عليه المشكلة عشان يوجد لها حل. لو في حاجة فيها حلين هو يختار الحل الصح، لو فيها حاجة عايزة قرار هو ياخد القرار. ولكن المنظومة المفروض تكون ماشية من الساعي لغاية الوزير. ده عمل منتظم، هو عمل مؤسسي بيشتغل. كل بقى أحط الوزير ده قائد إداري سياسي إداري، مش أكتر من كده. مش مطلوب منه غير أنه يعمل توافق في المنظومة اللي ماشية معاه مع الهيكل اللي معاه يشتغلوا صح. فأنا لو حطيت لها هي يعني وزارة ماشية صح مؤسسة مع الوزارة التانية وهي قادرة على أن هي تباشر هذا المواضيع وتاخد قرارات سياسيه، بس اهلا وسهلا، ما عندناش مشكله، لان هي مش هتقوم بنفسها بكل حاجه. يعني المفترض ان لها مساعدين، ولها زي ما انت عملت في وزاره الزراعه، لقوا ان العبء كبير على الوزير راحوا معينوا 3 نواب. هو ده الصح. ليه؟ عشان يبقى انا عملت هيكل تنظيمي للوزاره، الوزير بس يفصل. يعني في مشكله هو اللي يفصل فيها،
يعني يبقى في شخص قائد للحاجه يفصل في النهايه ويدي القرار، ولكن المفترض ان العمل الاساسي بيدار صح. وعشان كده احنا عايزين نركز على مش الوزراء، نركز على من هم يحتلوا الاماكن التنفيذيه تحت الوزاره، لان هم دول الاساس. مهما كان الوزير شاطر واللي تحتيه في اتجاه تاني، عمر الوزاره ما تنجح، عمره ما في حاجه تمشي. المشاكل بتاعتنا كلها جايه من كده، جايه من ان السياسه بتحط استراتيجية صح لكن المنفذ للاستراتيجية مش صح. فخلينا نوجه السكوب بتاعنا على بس الناس اللي يعني اللي لفت نظر الكثيرين، يعني ان وزارة الزراعة هي اللي استأثرت بثلاث نواب. وزارة التخطيط حصلت على نائب لوزير التخطيط او وزيرة التخطيط الجديدة الدكتورة هالة السعيد. اسمحي لي، هي العمليه مش عمليه اعداد، وبقيه الوزارات مفيش اي نواب. ما انا بقول لحضرتك العمليه مش عمليه اعداد ولا اشخاص. اللي انا نفسي فيه وعاوز يتحقق صح ان احنا نغربل زي بيقولوا الهيكل للوزارات كلها، بحيث نحط الناس المناسبين في المكان المناسب اللي هم هيأدوا. هم دول الروافد الاساسيه اللي هتساعد الوزير على انجاح السياسه. حضرتك شايف ان كان من الافضل ان احنا نحط لكل وزاره على الاقل نائب مثلا اذا كان المفترض عن نفسي انا بقول لك المفترض وجهه نظر انا ان انا ابص للهيكل اللي هينفذ وادعمه كويس. والوزير ما هوش غير ان هو راجل سياسي. كنت تحب حاجه زي كده تحصل؟ انا احب ان كل وزاره يكون فيها ناس اساسيين هم اللي بيديروا العمل وبيشغلوه، يبقى مؤسسي كامل، والناس ديت يختاروا هم دول مش الوزير. طب في وكلاء للوزاره؟ ماشي. يعني ايه الفرق بين نائب للوزير وبين وكيل وزاره؟ لا هقول لك على حاجه، هو حكايه وكيل الوزاره ده مترقي بالاقدميه زي ما احنا عارفين والشغل اللي ماشي ده تمام. ولكن لما بعين واحد كواليفايد النهارده هو ده المطلوب. يعني ايه؟ المفروض اطعم كل الحكومه النهارده بان انا اعين في كل حته شخص كواليفايد يقدر يشتغل شخص تاني. يقدر يشتغل ويدير. الوزير موجود مش موجود هو بيدير الشغل تمام، ده النجاح. ولكن ان انا اعلق كل حاجه على شخص الوزير لا مش صح. طيب. لانه مهما كان الامكانيات مش هيعملها. طيب نتيجه ارتفاع الاسعار الرهيب اللي حصل في الفتره اللي فاتت، ارتفاع نسبه التضخم بصوره كبيره جدا، حضرتك عارف المشاكل اللي موجوده بالنسبه يعني لاي رجل اعمال بسيط، مش هقول رجال الاعمال الكبار لكن هقول حتى رجال الاعمال اللي هم بيتعاملوا في العمل الحر يعني مش موظفين. يعني علت الاصوات في الفتره الاخيره بضروره تغيير الوزاره، يعني الناس شايفه ان يمكن مع تعديل الوزاره او تغيير الوزاره الامور دي تتغير. حضرتك شايف ان التعديل الوزاري اتاخر؟ يعني نتيجه ان الناس مشتاقة لتغيير في السياسة وتغيير في حياتها المعيشية وحط أمل على التغيير الوزاري، فهل هو اتأخر ولا ما كانش في داعي ليه دلوقتي ونبص لمسألة الاستقرار في الأداء؟ طيب شوف يا سيدي، حكاية إن احنا الأسعار زادت والظروف المعيشية صعبة والكلام ده شيء احنا عارفينه ومفترضينه، لانه النتيجه حتميه للتغييرات الاقتصاديه اللي حصلت. ملهاش علاقه ابدا بالوزير ده والوزير ده. مش معنى ذلك ان الوزير اللي جاي هو اللي هيعدل الدفه وهو هيصلح الامور، لا. احنا عندنا اسلوب عمل. خدنا قرارات عشان ننجح الاقتصاد بتاعنا. هذه القرارات لها ايجابيات ولها سلبيات. ايجابياتها ان احنا هنشوفها على اخر السنه. ايجابياتها هتيجي بعد اخر السنه دي. ليه؟ لان انت اخذتي جانب لازم تخفضي الواردات بتاعتك ولازم تزودي التصدير، فكان تحرير الجنيه مطلوب، وده خلانا ان احنا النهارده لما بنصدر في تشجيع في حافز، لان اللي كان بيصدر بحاجه بجنيه النهارده يعني خليكي معايا بس الاخر انا هديكي اوصلك اللي انت عايزاه. بيصدر بجنيه النهارده بقى باتنين، قيمته 2 جنيه، بالتالي بقى عنده شغف ان هو ينتج كتير ويصدر كتير عشان يكسب كتير. والراجل اللي كان بيستورد اتحمل زياده، اللي كان بيجيبه بجنيه بقى باتنين جنيه، فبالتالي هيقلل استيراده وهيحاول يوجه نشاطه للتصدير. ده هو بناء الميزان المدفوعات. لما نعمل ميزان المدفوعات ونظبطه يبقى قللنا الواردات وزودنا الصادرات، بقى في تعادل، ما بقاش في طلب على الدولار كتير، الجنيه المصري يقوى، وفي نفس الوقت انتاجي زاد اللي انا بصدر بيه، يحصل رواج اقتصادي.
يقوم الناس ترتاح ويتحل المشاكل بتاع الاسعار دي. ده الاداء، فده واخد وقت، الوقت بتاعه هيجي خلال واحنا ماشيين كده واحده واحده على اخر السنه ان شاء الله كل حاجه تتظبط. طب يا فندم تعديل الوزير بقى مش هيعمل حاجه. ما انا عايزه اعلق على كلام حضرتك قبل ما نروح نقطه تانية، لان كتير من الناس بيشوفوا ان ارتفاع الاسعار والسوق والاضطراب اللي بيعاني منه السوق الاقتصادي بصفه عامه في مصر ده نتيجه القروض اللي احنا خدناها من صندوق النقد الدولي، وانه بيفرض علينا شروط معينه. هذه الشروط شروط مجحفه، منها مثلا شيل الدعم من على سلع كتيره جدا. كل ده يعني عايزه اقول لحضرتك ايه، ان الاصلاح الاقتصادي كان ممكن يتم بس بصوره تدريجيه، بحيث ان المواطن ما يئنش من هذا الاصلاح، لكن هو كان عنيف الى حد كبير لدرجه ان المواطن بيئن من هذا الاصلاح. انا معاكي في كل كلمه قلتيها، وان المواطن بيئن، ولكن ده ضروره حتميه. بمعنى اصح، انت عندك مريض وصل لمرحله الياس، ما ينفعش غير تدخليه عنايه مركزه وتفصيله كل حاجه وتديله الادويه بتاعته وتشغليه. انا بشبه لك كده ليه؟ احنا وصلنا المرحله دي، حكايه ان احنا نرفع الدعم وكام ده ضروره حتميه. لكن تقولي لي ايه بقى؟ طب انا مش عايز المواطن الغلبان ده يتعب. كان يجب مصاحبه لهذه القرارات ان انا ادعم الناس الغلابه دول. يعني ايه؟ وما دعموش في السلعه، المفترض ان انا ارفع كل حاجه تبقى بقيمتها. ولكن الرفعه دي عشان تتغير، انا عايز في الوقت ده بقى ادخل الحكومه تروح داخله دافعه للناس الغلابه دول الفرق نقدي. ايوه الفرق نقدي، طالما هي رفعت الدعم ده اتوفر عندها فلوس من الدعم، تروح دافعه للناس الغلابه دولت نقدا الفرق، يوم الغلابه ما يتموتوش. ايوه اللي هيتحمل الكلام ده الاغنياء، وتعدي المرحله بسلام. الحكومه النقطه دي بس اللي عندها اللي هي ما هي الصح، القرارات سليمة كلها. على فكرة لكن يعني حكاية ان هي ما تديش دعم نقدي مش سلعي. الحكومة بتاخد برضو بآراء حضراتكم يعني كخبراء ومتخصصين، وبتقوموا بتحليل الأمور، لأن انتوا بتشوفوا المشهد من بره من الخارج. لما حضرتك بتقول على نقطة سلبية، ده بيصب لصالح الأداء الحكومي ولصالح المواطن في نفس الوقت. فيعني انا شايفه لو حضرتك شايف ان في شيء لازم نغيره في الاداء الحكومي، يا ريت يكون ده برضو نحط ايدينا عليه، لان هو ده بدايه الاصلاح. عشان كده بقى جابوا الدكتور علي مصلحي عشان ينفذ سياسه الدعم، بدل ما تبقى دعم عيني تبقى دعم نقدي، لان هو ده الحل الوحيد. انا المواطن مش واخد باله. بس في حاجه يا فندم، الناس فاهمه غلط، فاهمه ان انا برفع الدعم عن المواطن هيبقى غلبان وياخد حاجه عاليه. لا، انا برشد الدعم، يعني انا دافع في الدعم، المفترض ان ده جميل، ما هو ده اديه للمواطن المستحق. ده جميل، ما ادوش للناس كلها في السلعه. انا لازم ااهل المواطن لهذه الخطوه، ااهله نفسيا واجتماعيا انه يتقبل هذه الفكره، مش يفاجئ بين يوم وليله النهارده انا رايح اصرف مثلا التموين بتاعي، فبتاع التموين يقول لي لا والله ده خلاص احنا بطلنا ندي دعم او تموين، وهتاخد الدعم بتاعك نقد. يعني عايزه اقول لازم يكون في حوار مجتمعي، حوار مجتمعي في الاول، ونأهله انه يتقبل هذه الفكره ونقنعه كمان. يعني هو يستحق ان احنا نبص ازاي نقنع المواطن انه يتقبل هذه الخطوات في الاصلاح. المواطن محتاج ايه؟ محتاج ان انا اروح بشتري الحاجه دي ب 10 جنيه وعامل حسابي عليها، ما لقاش بكره ب 15 وما اقدرش ادفعها. كويس، انا هعملها 15، اروح جايب ال 5 جنيه اعطيها له الاول قبل ما ينزل، اقول له والله انا هرفع الاسعار وهرفع الدعم، ام 10 تبقى ب 15، انت ليك عندي 5 جنيه اتفضل اهي. طب انا هستاذن حضرتك لان معانا على الهاتف الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي والامن القومي. دكتور مدحت الشريف، اهلا بحضرتك، برحب بيك معانا. اهلا وسهلا دكتور هلا بحضرتك الكريم. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا طبعا بصدد الحديث عن التعديل الوزاري والضرورات واللي استدعت ان يتم هذا التعديل، فعايزه قراءه حضرتك لهذا المشهد. هو طبعا انا اعلنت اكثر من مره خلال ال 10 ايام اللي فاتوا بان احنا نحتاج الى تغيير
منظومة إدارة لمجموعة الوزارية وفريق العمل الوزاري والسياسات، وهم دول النقطتين الأساسيتين وأهم من الأشخاص بكثير، وأهم من الأشخاص بكثير في هذه المرحلة اللي احنا بنعيشها. التعديل اللي احنا شفناه في مشكلة كان انه لم يتم عرض الأسماء المرشحين بفترة كافية على السادة النواب، يعني على الأقل أسبوع حتى علشان السادة النواب يبتدوا يعني يتناقشوا في هذا. يعني هل تم عرض الأسماء امبارح مثلا فقط ولا؟ الأسماء عرضت في الجلسة مباشرة فقط، وطلب بعديها تصويت، وده في حد ذاته يمكن أنا قلت كتير قبل كده ده مش مضبوط. ادوا الفرصة للسادة النواب في فحص الأسماء أكثر، ولازم كان يبقى فيه مناقشة حتى للنواب مع في الجنة المتخصصة، حتى لو كان يسمح بإن المرشحين يتفضلوا معانا لبي لجنة استماع في اللجان، حتى نطمئن إلى إدراكهم بكافة نواحي العمل أو المهمة المكلفين بها، وخاصة إن اللجان النوعية تبقى متابعة كافة قرارات الوزارة أو الوزارات المعنية اللي هي بتشرف عليها، بتتعامل مع كل القيادات داخل الوزارة، مشاكل الوزارة، إيجابياتها، سلبياتها، الإنجازات، إيه هو المطلوب خلال المرحلة اللي جاية، ماذا تم تنفيذه من برنامج الحكومة، كل ده مش هتلاقي ليه مكان في مصر ممكن يتابع هذا الأمر من جميع الأجهزة أكثر من اللجنة النوعية المتخصصة اللي بتشرف على أعمال. يا فندم، يعني دكتور مدحت، كان في بعض المطالبات من النواب إنه يتم التصويت على الحقائب الوزارية حقيبة حقيبة وليس على التعديل ككل، يعني رأي حضرتك إيه؟ ودي النقطة الثانية وهي الأهم، يعني زي ما حضرتك لسه كنت هكمل حضرتك أفدتي بيها دلوقتي، هو إن اللائحة عندنا ما بتجيبلناش ده، إحنا محتاجين إحنا نعدل، لازم نص اللائحة، لأن إحنا شايفين على سبيل المثال التعديل الوزاري في أحد أسماء السادة الوزراء اللي كان عليه ملاحظات كثيرة من النواب ولدى اللجان النوعية المتخصصة تفاصيل ما كانتش موجوده عند الحكومه، او الحكومه ما يعني ما مش عارف ما ألقتش الضوء عليها في اثناء عمليه الاختيار، وفيها قضايا. هل ممكن نتوقع تغيير الاسم؟ بص حضرتك، كل الامور متاحه حاليا، لان حتى الان هو مش يعني اي شخص مرشح، فهو حتى لم مرشح حتى يحلف اليمين امام السيد الرئيس، هي دي النقطه اللي ممكن نتخيلها طبعا في الوقت الحالي، انما حتى الان وبالتاكيد دي بدايه ان اللجنه النوعيه نفسها بتقول انا عندي ملاحظات عليه ومتحفظين عليه، فبالتالي وعندي قضايا وعندي بلاغات وعندي وبالتاكيد اللجنه مش هتيجي تتكلم عن هذا الامر الا بناء، مش بس بلاغات، بناء على ملابسات كامله عن كل بلاغ او عن كل تحقيق او التحقيقات الجايه حاليا، لانها مش هتبتدي بتتكلم بهذا الشكل الا اذا كان لديها معلومات. فاذا كانت الجهه الرقابيه الاعلى اللي بتراقب على الوزاره اللي هي البرلمان اللي ممثل في اللجنه النوعيه اولا قبل ما يبقى البرلمان ككل بتحط عليه ملاحظات من الان، فمن باب اولى ان الحكومه تعمل على اجراءات تغيير، وده متاح حتى الان بالتاكيد. طب يا فندم، هو متوقع امتى يتم يعني حلف اليمين امام السيد الرئيس؟ يعني اذا كان في لسه فتره فدي فرصه لحضراتكم كساده نواب ان انتوا تعلنوا يعني طلباتكم بالنسبه للتعديل الوزاري، اما اذا كان مثلا حلف اليمين هيكون بكره فهنا هتبقى في مساله يعني. بص حضرتك، هو بمجرد ما تم اعلان الاسماء كان هناك تحفظات في القاعه فورا على اسم احد الساده الوزراء زي ما قلت لحضرتك، انما زي ما قلت لحضرتك اللائحه لا تجيز لنا ان احنا نفوض على اسم، وبالتالي كان هناك تحفظات اعرب عنها النواب للسيد رئيس الحكومه بشكل مباشر، واعتقد ان النواب ابتدوا يتكلموا في احاديث اعلاميه التفاصيل، وهناك اوراق ومستندات طلعت، فبالتالي ده الوسيله الثانيه زي ما بنقول دايما ان الاعلام له يعني برضه دور فاعل وهام في عمليه الرقابه على كافه اجهزه الدوله، فكان في فرصه ان بيوصل له المعلومات واصله للجميع حاليا، وبالتاكيد مؤسسه الرئيس مش غائبه عن هذا الامر، ورئيس الحكومه سمع هذه الانتقادات بوضوح شديد بالامس، فبالتالي من نواب اللجنه المتخصصه وبعض النواب اللي تحدثوا معاه بشكل مباشر، وده كان احد الاسباب ان في كتير من النواب رفضت، يعني في عدد من النواب رفض التعديل نتيجه ان مش قادر يقول لا ما بقولش العشره مش عايزهم او التسعه مش عايزهم، انما في واحد او اثنين في عنده تحفظات عليهم، عشان كده احنا
يعني معظم النواب دلوقتي حاليا بيتداولوا حول امكانيه، وطبعا هيبقى مع سيد رئيس المجلس، امكانيه تعديل هذا البند من اللائحه حتى يكون التصويت لوزير ثم وزير اخر وهكذا، مرشح او مرشح اخر، حتى يكون هناك الفرصه للنواب للقبول او الرفض. طب يا فندم، يعني في بعض الحقائب الوزاريه اللي ما تمش تعديلها، احنا بصدد 9 حقائب وزاريه و4 نواب، كان متوقع انه يتم تعديل وزارتين كمان زي وزارة الصحة أو وزارة الثقافة وما تمش تعديلهم، وقيل إن النواب لعبوا دور في استمرار الوزراء اللي موجودين في تلك الوزارات، هل الكلام ده صح ولا ده يعني ملوش أساس من الصح؟ حضرتك بصي، جوهر القصة بتاعت التعديل نفسها بالتأكيد بيبقى فيه ملاحظات على بعض السادة الوزراء وإنجازاتهم على أرض الواقع ومدى تقديم خدماتهم على مستوى مصر بالكامل، يعني احنا ما بنبصش على العاصمة أو على ديوان الوزارة، لأن النواب بيبقوا منتشرين في مصر كلها. دور بقى يقيل إن النواب ليهم دور أو ما لهمش دور، فده أمر مش ده اللي هيحسم الموضوع، لأن بعض النواب اللي بيتكلم ما بيتكلمش مع البرلمان ال 594 نائب. اللي بيتكلم مثلا 20 30 نائب، 100 نائب عملوا مش عارف وقعوا مذكره بدعم، لا بعض مختلف. الجوهر في هذا الامر ما نقولش النواب قالوا كذا، يعني ده مش هيبقى موجود لان مفيش تصويت، يعني انا مش بصوت على ده اللي احنا بنقول عليه ان يجب ان يكون هناك تصويت واضح، بالاضافه الى ان اذا كان هناك ملاحظات على بعض الوزراء يبقى كان من باب اولى، بين اسبوع هقول انه هغير 9 وزارات فقط. اذا لقينا احنا كمجلس نواب ان هناك من يستحق ان يتم تعديله ايضا، اعتقد هتبقى في تواصل واضح وجوابات رسميه تطلع من اللجان المتخصصه اللي بتراقب الوزاره، تطلع لرئيس المجلس، توقيعات من النواب لرئيس المجلس المقابل رئيس الحكومه بتعديل وزاره كذا او وزاره كذا. ده اللي بيدي في الاخر عمليه خلينا نقول الاندماج في الفكر ما بين الحكومه وما بين البرلمان وما بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه. حتى لان احنا في الاخر اللجنه النوعيه دي هي اللي هتراقب على الوزاره وهتعرف تفاصيلها من جوه كلها. تمام يا فندم. احنا معنا في الاستوديو الدكتور محمد سعد الدين، وهو متخصص في اداره الازمات وعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، وله مداخله مع حضرتك. مع احترامي للدكتور مدحت، لازم نفرق بين حاجتين. في عندنا مجلس تشريعي وحكومه تنفيذيه. هو دور المجلس التشريعي ان هو يراقب الحكومه، يراقب ادائها مش اشخاصها، بمعنى اصح ان انا ما ينفعش ان انا اخد رايه في الشخص قبل ما اعينه، لان اللي هيدير الشخص ده هو الوزاره الحكومه، هو بيراقب اداء الشخص. يعني ايه اداء الشخص؟ يعني مش يعني هو في واحد عليه كلام، لو عليه كلام الاجهزه الرقابيه تشيله، لكن اداؤه الحكومه هي المسؤوله عنه. ما ينفعش ان انا اخد اذن مجلس الشعب في الشخص ده، انا بكلمه على الحكومه ككل كاداء، لان اللي هيدير التيم هو رئيس الوزراء. تمام. هو اللي بيختارهم. تمام. اذا كان هناك لابد من الكلام ده، يبقى الطبيعي بقى الاجراء الثاني ايه؟ ان البرلمان يرشح مجموعه من الاشخاص ويديها لرئيس الوزراء، يقول له الناس ديت احنا شايفين هم كواليفايد لاي تغيير عندك، حطهم عندك واختار منهم. لكن ما ينفعش ان انا اخلي الحكومه تختار وزراء وبعدين هو يجي يقول لا انا معترض على الشخص ده، مجرد ان الشخص معترض عليه. طب ما هو التصويت عشان كده يا فندم، عشان التصويت على الحكومه ككل. هو عموما الدكتور مدحت معانا ونسمع راي حضرتك. طبعا مع احترامي للدكتور محمد، طبعا دي كل التقدير في رايه، ان اوضح بشديد بوضوح شديد حضرتك قلتي بوضوح، التصويت اساسا عشان كده موافقه البرلمان اساسا على شخصيه قياديه ستقود وزاره من الوزارات لها خلفيه علميه، لها سيره ذاتيه، لها انجازات، لها برضه جزء هام، وهو فعلا الملف السابق في الانجازات والنزاهه والشفافيه. البرلمان هي اعلى سلطه رقابيه في مصر، فلها الحق ان تسحب الثقه من الوزير حتى لو كان هذا الوزير معين بعد يوم واحد، في حاله وجود ما يثبت ان هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب. ده حق اصيل للسلطه التشريعيه، وده اللي بينص عليه الدستور، وده اللي بتنص عليه اللائحه اللي هي قانون اقره مجلس النواب بالفعل. ولا ننسى ان مجلس النواب هو السلطه التشريعيه التي تقر القوانين، وليس لاحد ان يقر القوانين او يتم قوانين او قواعد
دون الرجوع الى قانون، وهذا القانون يسن بوصف السلطه التشريعيه. احنا شفنا وزير من الوزراء عاش فسادا في وزارته، شفنا كم مهول من المليارات التي فقدت لولا تدخل مجلس النواب وفضح منظومة الفساد اللي كان الجميع بينكرها تماما، ومنظومة بقى 30 سنة من خلال لجنة تصحيح خاصة القمح، لظل الأمر على ما هو عليه. احنا دلوقتي تسدد أبواب فساد بقول لحضرتك ب 33 ألف مستند وشهادات واضحة في لجان اجتماع داخل المجلس صوت صورة بكم الفساد المستشري في وزارة كانت وزارة التموين في هذا التوقيت، شفنا قد إيه كم الفساد. فالموضوع في النهاية منظومة إدارة، والإدارة بيربطها شخص، السلطة التنفيذية تخضع لرقابة مجلس النواب بحسب الدستور. وده اللي أنا بقوله. تمام. طب دكتور مدحت، بالأمس السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صرح ان الدعم في الفترة اللي جاية هيكون دعم نقدي وليس عيني. من وجهة نظر حضرتك، هل ده بيصب في صالح محدودي الدخل؟ بص حضرتك، الجزء ما بين دعم عيني ودعم نقدي هذه يعني موضوعات اثيرت كثيرا، وكان هناك كثير من الجدل بخصوصها. ولو وضعنا دعم نقدي كيف يتم تقديره؟ واحنا في اللجنه الاقتصاديه، وطبعا حضرتك عارفه ان السيد النائب حتى الان السيد النائب علي مصطلحي كان رئيس اللجنه الاقتصاديه، واحنا كلجنة اقتصادية تشاورنا في هذا الامر وناقشنا في الساده الوزراء والمعنيين وزارة الماليه والتموين والتضامن الاجتماعي، كل الاطراف تناقشنا في هذا الامر. واحنا وجهه نظرنا الشخصيه لهذه او وجهه نظر لهذه اللجنه ان يتم التحول من النقد عزم الدعم العيني الى نقدي بالفعل، ولكن بمعايير. بمعنى انا النهارده بقول بفرض، انا حدي حضرتك فرض بسيط، ان المواطن بيستحق مثلا، بفرض انه بيستحق زجاجه زيت في الدعم العيني، زجاجه زيت وكيلو سكر مثلا وكيلو رز بفرض انه وكيل. فاذا انا يجب ان اضمن لهذا المواطن ما يقابل هذه السلع نقدا، بمعنى الاسعار زادت يبقى اديله السعر طبق الاسعار اللي زادت. يعني احنا كان عندنا خلاف مع السيد وزير التموين السابق اللي هو حتى الان هو وزير التموين، بصراحه مجهوده كان فائق وواجه فتره صعبه للغايه السيد وزير محمد مصلحي، ولكن احنا اختلفنا معاه في زياده الاسعار السلع اللي موجوده على البطاقه نفسها. ويمكن اخر جلسه دي كان قبل التصويت اللي حصل بالامس واعلان اسماء المرشحين بحوالي يومين بس، اعلنا رفضنا التام بزياده الاسعار بهذا الشكل. السعر اللي زاد ده او السعر اللي زاد ده المفروض انا بحط معيار قياسي بسلعه، في الزيت ثمنها 5 جنيه يبقى في السوق 5 جنيه، في السوق المحلي اسعار السوق يبقى هتفضل 5 جنيه. زاد سعر الزيت بقى 7 جنيه لازم يحصل على الدعم بال 7 جنيه. طب يا فندم، وفر له في الاخر ما يقابل السلع اللي كان بياخدها عيني، ولكن ده بيسيبنا. اتفضلي. يعني عايز اقول ان احنا لازم بدايه نحدد او نعرف من هو محدود الدخل، يعني هو مين، علشان هو ده اللي هيستحق الدعم النقدي. دي القواعد الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها في الدعم، وناقشنا فيها كتير وشرحناها كتير بقى لنا حوالي سنه ونص بنشرحها لغايه ما وصلنا. يعني اقصد انتوا وصلتوا لتعريف وتحديد للفئه التي يعني مثلا هل هم الموظفين، موظفين الحكومه؟ طب ما هو في غير موظفين هجاوبك على دي. وفي غير موظفين في الحكومه ولكن برضو يستحقوا الدعم، فالمساله دي كيف يتم حصرها؟ هوضح لحضرتك باختصار شديد. دلوقتي احنا تحدثنا عن هذا الامر بالفعل، هناك لجنه تم تشكيلها بواسطه مجلس الوزراء، اللجنه دي علشان طبعا من هو مستحق الدعم، لانه قلنا دي الخطوه رقم واحد في اللجنه الاقتصاديه، والوزراء فعلا او الحكومه تتعامل في هذا الامر. هو دلوقتي عنده مشكله اساسيه عشان نتفق، هو اولا عنده مشكله في قاعده البيانات بشكل عام على مصر كلها. بالظبط. يعني قاعده البيانات بالزبط. عن الاشخاص بشكل عام في مصر كلها مفقوده تقريبا وموزعه بفئات، بمعنى ان هو لما كان بيدور مثلا بشكل او اخر بيحاول يدور على معايير لمن هو محدود الدخل، فابتدى يدور مثلا يقول فاتوره الكهرباء للاستهلاك وزياده مثلا زياده عن 1500 جنيه يبقى مش محدود دخل في الشهر. أيوة. ابتدى يدور على عنده عربيتين فيروح لمكان عنده قاعده بيانات على عربيات المرور،
ابتدى يدور على اللي من يمتلك مثلا فيلا يبقى يدور في انشاء عقاري، اللي يمتلك مش عارف شاليه الساحل الشمالي خلاف شقه، اللي عنده حيازات زراعيه زياده عن نسبه كذا، يدور على اماكن لديها او جهات لديها قواعد بيانات يستطيع من خلالها يضع معايير علشان يقدر يحصر اسماء في الاخر. طب هل يعني المجهود اللي بوزل في هذا الموضوع يعني وصل لنهايته ولا لسه بيتم البحث؟ بتواصلنا مع الحكومة خلال الفترة الماضية اعتقد انه تم بلورة شكل معين وهم مش عايزين يبتدوا يعملوا اعلان عنه الى بعد ما يعرضوا على السيد رئيس الحكومة، انما اللجنة المختصة في هذا الامر اعتقد ان حطت معايير بالفعل هتعرض على رئيس الحكومة، واحنا طلبنا كلامنا الاقتصادية ان يتم في بعد العرض على السيد رئيس الحكومة تجينا هذه المعايير في اللجنة الاقتصادية لمناقشتها وطرحها على البرلمان ككل حتى يستطيع الجميع ان يرى مدى عدل هذه المنظومة وهذه المعايير. وبالاضافة لنقطة مهمة برضه عشان برضه ندي الحق للانجازات اللي بتتم على مستوى الحكومة، ان هناك احد الجهات الرقابية الان يعني متكفل تماما بعملية ربط كل مواطن في مصر مع الرقم القومي اللي هي منظومة السوشيال سيكيورتي نمبر بقى بيربط كل مواطن، كلنا بقى لينا بطاقة رقم قومي، المولود دلوقتي بيتولد وعليه على شهادة الميلاد في رقم قومي، حتى المنشأة ليها رقم قومي. ففي أحد الجهات الرقابية الكبيرة في مصر حاليا بتشتغل بقوة بقدرة وقدرات عالية للغاية، وخدت إمكانيات مادية بموافقة السيد الرئيس وصورة مباشرة، وفعلا أنجزت إنجازات قوية. أعتقد في الوقت القريب هنشوف كمان منظومة تربط جميع مواطني مصر بالرقم القومي اللي بيسهل عملية المتابعة بما فيها عملية مكافحة الفساد مش الدعم بس. تمام، أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي والأمن القومي، بشكرك جزيل الشكر يا دكتور مدحت. دكتور محمد نكمل كلامنا. بص بقى أنا هقول لحياتك على حاجة، موضوع الدعم ده وإزاي تفصيل الناس وتحديد مين المستحق. أيوة تفضل. لا بمنتهى البساطة جدا عندنا قاعدة بيانات ثابتة اللي هي الرقم القومي. تمام. المفروض ده يبقى الركيزة بتاعتنا. انا لما ادي الدعم انا بديه في صوره سلع، دلوقتي السلع بياخدها كل الناس اللي عايشين على ارض مصر. لو انا اديت الرقم القومي انا خرجت مين؟ كل الاجانب اللي في مصر مش هياخدوا قد 10% ده سواء يعني نمره واحده بس. ما بقول لحضرتك نمره واحد الرقم القومي، الرقم القومي الاساس. تمام، لو انا عملته النهارده اول خطوه نفذت اديت الدعم لكل من يحبر الرقم القومي سواء غني ولا فقير ولا اي فئه، يبقى انا طيرت كل الاجانب في مصر دول اكتر من 10% اللي هم سوريين سودانيين ليبيين عراقيين ايا كانوا. بس دول من الاساس مش بياخدوا. لا اذا ما بياخد السلعه، السلعه موجوده في السوق بياخدها بيستخدمها. لا اقصد على التموين. لا يا فندم بطاقه التموين. لا ما انا هقول لك بس على حاجه، انا بكلمك على اساس ايه؟ احنا عندنا مدعمين السلع، يعني رغيف العيش ما حدش بتروح ياخده، ما حدش هيقول له انت مين عشان بتاخده ليه بسعر رخيص. في حاجات كتير قوي الناس بتاخدها مدعمه. ده معنى كده بقى ان احنا مش هنشيل الدعم اللي هو خاص ببطاقه التموين، ده احنا هنشيل الدعم. ايوه يا فندم، هو ده المفروض كده. المفروض كده يعني اللي مبون عربيته ده، ما انت سعر البنزين والسولار الناس كلها بتستخدمه، السفير الامريكي بيمون عربيته بنفس بالدعم، وده كلامه الصح. المفروض ان انا اجي اخد رقم قومي وادي عليه مبلغ الفرق الدعم، يعني بمعنى اصح لو انا شلت بقى الرقم القومي ده وهو الاساس عندي النهارده، يبقى انا طيرت كل الاجانب اللي في مصر نمره واحد. نمره اتنين، كل المؤسسات والشركات طارت. ليه؟ هي رقم قومي واحد لكن المؤسسه باستهلاكها كله بتاخده من الدعم ده، يعني واحد عنده عربيه كشخص لكن عنده في شركته 50 عربيه، 50 عربيه بيمونوا البنزين بتاعهم مدعم. فانا لما اقول هدي الدعم على الرقم القومي يبقى انا لغيت كل العربيات اللي في المؤسسات واي شيء من ده دول في حد، والمصانع والمطاعم وكل الكلام ده خلاص اتلغى، هياخد بس صاحب رقم قومي. لو انا عملت كده انا شلت 40% من اول فيز بره الدعم. نيجي بقى الفيز 2، الناس اصحاب رقم قومي دولت اللي قال عليه الدكتور مدحت، في عندي فئات اللي هي ايه؟ مش هقول له دخلك كام، اقول له بالانفاق انت بتصرف كام؟ ما هو صرف كام عشان ما اخش في متاهه الدخل عشان ما اعملش مشكله، لان في ناس كتير قوي دخلها عالي بس ما بتقولوش وهتخبيه، لكن هيقدر يخبي الصرف؟ لا ما يقدرش يخبي الصرف، بمعنى الانفاق بتاعك. يعني الواحد بيدخل ولاده في مدارس اجنبيه
بيديهم 100,000 جنيه في السنه ما هوش مستحق دعم. اللي عنده عربيات قيمتها اعلى من 500,000 جنيه مش مستحق دعم. اللي عنده سجل تجاري وعنده مؤسسه واحده واحده كده اشيل ده اشيل ده انقي هذا الجدول من ده. هبص العمليه صفصفت على 30-40 ماكسيمم 30% من المجتمع كله اللي هي يستحق الدعم. قوم ده ادعمه بقى. اللي الكلام اللي بيقول عليه الدعم النقدي يمشي ازاي؟ يمشي بان انا سعر السلعه دي النهارده كام؟ 10 جنيه. اي فرق زياده في السعر في السوق انا هديهوله. وليكن مثلا انا جيت الاول قلت انا هدي لكل المواطنين 1000 جنيه، يعني بقى عندي الدعم كله حوالي 300 مليار. لو وزعتهم على الاسر كل اسره تاخد 1000 جنيه في الشهر. طيب يطلع منهم 200 مليار للاسر ديت وتبقى 100 مليار وفرتها. طب ال 1000 جنيه اللي ياخدها دي يعمل بيها ايه؟ نيجي نحسبها بقى. المواطن الغلبان هياخد ال 1000 جنيه ديت هيقول والله انا زاد عليا البوتاجاز 100 جنيه وزاد عليا العيش 150 جنيه وزاد عليا الانتقالات 200 جنيه. بنحسبها احنا الفرق قد ايه؟ بيطلع حوالي 600 جنيه 700 جنيه بكثير، يبقى هو متوفر له 300. تعالي بقى نحسبها للراجل الغني اللي خد ال 1000 جنيه. هنلاقي ان هو دفع عليها 20,000 جنيه و30,000 جنيه. لان ال 1000 جنيه بالنسبه له ما بتمثلش حاجه بالنسبه لاستهلاكه. يبقى انا وفرت للراجل الفقير الفرق، هينزل يشتري بكرامه اللي هو عايزه، مفيش حاجه اسمها بقى ده معاه بطاقه تموين وبيروح ياخد تموين واديله الزيت اللي مش كويس واديله السكر اللي تعبان والرز المكسر، لا هو معاه فلوس ينزل يشتري احسن سلعه. هو ده الشيء الوحيد ان انت تنظفي منظومه الدعم اللي هي سبب الخراب كله وسبب الازمات كله. لو انت عملت الكلام ده المواطن هيحس بكرامه، مفيش حاجه اسمها دخله بيزيد لانه ما ياخد 1000 جنيه زودت دخله رفعتيه، مش هتخليه زي ما هو ومتحكمه فيه وتديله رغيفين عيش وحشين وتديله حته بتاع، لا هو بس المهم انا هوفر له ازاي يشتري الحاجات ديت بنفس الثمن ويبقى السوق ما فيهوش ازمه. هو المهم زي ما قلت لحضرتك يعني قبل ما يكون معنا الدكتور مدحت على الهوا، مساله ان انا اهيئ المواطن ان انا هشيل له الدعم العيني. مش محدش قال هنشيله يا فندم، انا مش هشيل دعم، انا هزوده العيني. بالعكس العيني. انا هقول له ايه انت يعني مشكلتك حاجه واحده بس. لا انا بتكلم مشكلته حاجه واحده. ايه هو؟ بيقول لك والله انا عامل ميزانيه لنفسي بصرف 1000 جنيه في الشهر، انت النهارده رفعت الاسعار بقت ب 1500. ايوه انا بقى بديله 500 دول، بقت ب 1600 دول 600، بقت ب 2000 هديله 1000. تمام خلاص. يبقى هو كده ما عندوش مشكله. لما تيجي لواحد يقول لك انا عندي مشكله اقول له مشكلتك ايه؟ يقول لي والله انا كنت بجيب الحاجه ب 1000 بقت ب 1500. اقول له مش انا بديتك 500 جنيه؟ قال لي اه خلاص انت عايز مني ايه؟ انت ما عندكش مشكله. بالعكس ده انا اديتك هو زاد ب 500 اديتك 1000، ففي عندك 500 زياده في جيبك. وفر زي ما انت عايز بقى. اسال حضرتك يا فندم من وجهه نظر حضرتك يعني التعديل اللي تم في 9 حقائب وزاريه، هل كنت تتمنى ان في وزارات اخرى يتم تغييرها؟ بص حضرتك انا ما اقدرش اقول يغير ده ولا ما يغيرش ده، انا نفسي اقول ايه؟ اداء الوزاره دي ايه؟ الوزاره ديت بتقوم بدورها صح؟ ماليش دعوه بالوزير. ايوه الوزير ده شخص. طيب مع حضرتك يعني اقصد ايه؟ اي منظومه من منظومات اللي موجوده في الحكومه ككل، في حضرتك شايف ان في اداء سلبي في جزء ما كان نفسك يتم تغييره او تعديله؟ طبعا اه لا في وزارات كتير خدميه الاداء فيها مش كويس. بس برضو مش برجع للوزير. انا بحكم شغلي كراجل اعمال ومتصل بحاجات كتير، الوزير بيقعد معانا يوافق على حاجات ويجي الموظف الصغير موقفها. يا فندم احنا عايزين نفكر صح، تغيير نموذج التفكير في الاداء هو المهم. الوزير بيبقى كويس بس بيجي يتحط في مشكله ما يقدرش يحلها. يعني رئيس الوزراء نفسه شريف اسماعيل ادى قرارات ما اتنفذتش. الله في لوبي تحت، هو ده اللي عايزين نبص له. انا مش مشكله الاشخاص، الاشخاص دي بتروح وبتيجي وبيبقى شخص متميز بس بتحطيه في ظروف ما يقدرش يدير. فاحنا عايزين نغير الفكر. طيب اسال ونغير الناس اللي بتقوم بالفكر ده من تحت. طب اسال حضرتك اتفضلي، هل تعتقد اننا بحاجه لوزير للاعلام؟ اكيد اكيد. طب الاعلام يعني عليه دور مهم جدا يعني كان، بس برضو لو جبت وزير للاعلام خلاص وحط السياسه وما تنفذتش عملنا ايه؟
اسمحي لي بس لا ده جهاز هو ده احنا في مسبيرو مسبيرو احنا هنحترمه جدا احنا مش هنقدر البلاء قبله لا مش انا بتكلم يعني احنا بنقول الاول هل احنا محتاجين وزير للاعلام ولا مش محتاجين نفضل كده قاعدين يا فندم احنا محتاجين بغض النظر احنا عن احنا محتاجين قيادات قويه في كل مكان تمام والمفترض ان انا يعني لو مكان شريف اسماعيل مع الاحترام للقامه انا هختار وزراء عشان يقدوا معايا الدور ما ينفعش اختارهم عن طريق معارفي واصحابي او عن طريق الناس اللي رشحوهم لي المفروض اساسا الوزير ده يكون هو عنده انترستنج من الاول ان هو يؤدي الدور ده يعني ما راحش الواحد اقول له تعالى تبقى وزير وهو اساسا مش مقتنع انه يبقى وزير لا انا ماليش علاقه بان انا احط سبيسيفيكيشن وتوصيف للوزير المطلوب ايه واعلن عنهم يقوم الناس كتير قوي اللي لها رغبه وعندها الاستعداد تقوم بالدور ده وعندها الكواليفايد امكانياتها والسي في بتاعتها تسمح لها بالكلام ده والاجهزه الرقابيه تقول انه اوكي يبقى عندي من كل نوع 50 واحد موجودين أنا بس هو انترستد او اختار منهم بقى اللي انا عايزهم انا بسال حضرتك يعني المنظومه الاعلاميه هل حضرتك شايف انها بحاجه لوزير لضبط الاداء الاعلامي ولا هي ليست بحاجه لهذا المنصب طبعا هو في قوانين صدرت بانشاء المجلس الوطني للاعلام والهيئه الوطنيه للاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه يعني في قوانين لكن تردد ايضا انه كان هناك نيه لاختيار وزير للاعلام فهل حضرتك كنت شايف برضو كنت تتمنى ان يكون في هذا المنصب ولا لا برضو هرد عليكي الرد الصح اللي هو ايه انا يهمني اداء الاعلام تمام سواء بقى الوزير هو اللي هيحركه سواء نائب وزير اللي هيحركه سواء رئيس هيئه اللي هيحركه يعني. انا مش مشكله المسمى انا مش مشكله انا مشكلتي حاجه واحده بس تمام الاعلام كسياسه اعلاميه الحكومه او وضعت سياسه اعلاميه لنا عايزين نتجه لايه عايزين نشجع الاستثمار في بلدنا عايزين ندافع عن حقوقنا عايزين نوعي الناس عايزين نثقف الناس حطينا شويه بنود من يقود هذا العمل رئيس تلفزيون رئيس الاعلام وزير اعلام رئيس هيئه واتيفر مين هو تمام. طبعا لو انت حطيت وزير اهلا وسهلا ما عنديش مشكله بس قبل ما احط الوزير لازم مين اللي هيقوم بالتنفيذ هم دول اللي احنا بنصب عليهم انا ما بلومش الوزراء في حاجه لان الوزراء معظمهم بيجوا كويسين لكن ما بيقدرش يشتغل انا بركز على ان انا في اي تعديل مش هعدل الرئيس بس من فوق لا انا عايز اعدل المنظومه كلها عشان منظومه تتوافق وتؤدي الاداء الصح اللي انا عايزه انما افرض حضرتك النهارده وزيره اعلام وحضرتك جيتي بسياستك اللي انت الحكومه بتقول لك عليها وبعدين بكره الصبحيه الاجهزه اللي تحت منك ما بتنفذ والقوانين ما بتسمحلكيش ان انت تمشيهم هتعملي ايه ابقى انا فاشله بس انا ابقى فاشله لا يا فندم هو مش فكره انت بقى لا مدام انا مدام قبلت هذا المنصب يا اما اكون قده يا اما اعتزل طب هسالك سؤال صغير تاني أيه. انت قابلت المنصب وجاء عندك ناس ما قدروش ينفذوا انت عايزاه وانت عايز تمشيه قوانين البلد بتقول ما يمشيش ما تعرفيش تفصليه ما فيش عليه مشكله هتعملي ايه هنا المشكله اللي انا بتكلم فيه لابد الهيكله المنظومه تمشي صح ده موجود في كل الوزارات يا فندم يعني لو بصينا بالمنظر ده مش هنغير ومش هنعدل ومش لا هنجيب احنا ناس بنقول ايه يعني. بنقول ايه طب خليني اروح مع حضرتك لموضوع تاني دلوقتي تردد برضو يعني قبل الاعلان عن التعديل الوزاري تردد ان تاخيره في اعلانه انه كان بسبب الاعتذارات الكتير يعني انه عرض صح. على ناس كتير وكل الناس بترفض تفتكر حضرتك ان دي مجرد شائعات انتشرت فقط ولا هم فعلا عندهم حق انهم يرفضوا ويرفضوا ليه لا دي حقيقه ليه؟ اللي بتقوليه ده حقيقه ليه؟ وانا واحد من الناس اللي ممكن يكون حصل معاه حاجه زي كده وانا برفض الكلام ده ليه لان اي انسان بيقدر عمله وبيقدر كفاءته لما يروح يمسك وزير لابد ان هو يقدر ينفذ الفكر بتاعه ويبقى قادر على قياده الوزاره بالترتيب احنا عندنا في مصر ما بنديش التولز للوزير انه يشتغل صح الوزير التولز دي اللي مقصود بيها حضرتك ايه مجموعه القوانين والافراد اللي تحت منه تمام يعني لو هو عاوز يعدل في ده يبقى لازم يعدل في القانون
طب يعدل في القانون هيلف لفه ويدور ومجلس الشعب وراح راحت 3 4 سنين عشان يعدل القانون ده، ما يعرفش الشخص ده مش عاجبه ودي صح بينقله من الحته دي للحته ديت، ده في ايده ولكن ما يقدرش يمشيه هنا. غير كده في حاجات عند مطلوب امكانيات البلد ما عندهاش امكانيات تساعده، هو عاوز يجيب موارد ما يعرفش يجيبها لان في وزارات تانية مختلطه معاه. طيب ما هو ده الاداء ده اللي انا عايز اوصله لك. في ناس بتحجب عن ان هي تروح لانه مش هيقدر ينفذ اللي هو بيتكلم فيه، دي ما واحد. نمره اتنين، هو معرض لكل واحد من هب ودب ان هو ينتقده بصرف النظر هو فاهم ولا مش فاهم، هو عارف ولا مش عارف، ويسيء ليه وما يقدرش ياخد حقه منه. ثلاثه، هو كوزير الانكم اللي جاي له قد ايه؟ هو لو هو موجود في مركز كرجل اعمال ولا في اي مكان تاني دخله بيبقى اعلى من ان هو ياخد مرتب الوزير، المرتب انا بعتبره مرتب هزيل لان في الزمن احنا فيه ده ما يعملش حاجه. فبالتالي كل المقاومات مفيش وسائل جذب الا اذا كان هو راجل وطني وعاوز يضحي بالكلام ده ويروح يشتغل الوزير، اهلا وسهلا، ده كلام تاني. بس برضه لو هو ذاتيا مش هيقدر يحقق اللي عايزه مش هيقبل، يعني مستعد اقبل ان انا اكون وزير واستغنى عن الدخل واستغنى عن كل حاجه بس احقق الهدف، يبقى نتيجه وجودي هنا انا عملت حاجه للبلد فعلا. لكن لو انا هروح وما اقدرش اعمل حاجه ومش هنفذ حاجه وعندي حاجات مكبلاني وناس مش مستوعبه يبقى انا مش هقدر اشتغلها، يبقى من الاول اعتذر احسن واسيبها. لكن هل معنى كده ان الامور تقف؟ لا ما توقفش، كلنا نضحي، كلنا نتجاوب، نكون ايجابيين، نقول ايه السلبيات ونحاول نحلها ونحاول نوعي الناس ونقول لهم ده المكان ده فيه حاجه كذا غلط عايزين نصلحه. وبدل ما اقول انتقد بس انتقد واقول له الحل ايه، يعني لما اقول له يعني دي مشكله حلها كذا، يعني احنا اداره ازمات مفيش مشكله في مصر الا عندنا حلها. ما ده اللي انا بقوله برضه، عندنا حل لكل حاجه. قولي لي ايه اي مشكله عندك قوليها لي وانا هديك الحل، وحل يكون قابل للتطبيق وغير مكلف. بالظبط يا فندم. وبعدين السؤال برضو المطروح، هل المنصب ده تكليف ولا تشريف؟ يعني بمعنى انا هنا بقوم باداء مهمه وطنيه ولا انا منصب تشريفي يعني باخد مزايا لا يا فندم تشريفي ايه؟ فاذا كان هو عمل وطني العمل، يعني انا بشوف انه اللي بيتحمل مسؤوليه في فتره صعبه من فترات التاريخ العمل الوطني للبلد زيه زي الضابط اللي واقف على خط النار وبيحمل سلاحه، هو بيحمل سلاحه البندقية أو الدبابة أو الطيارة، احنا هنا بنحارب وبنتحدى ظروف صعبة جدا داخل الأماكن اللي بنعمل فيها. كلام حقيقي مظبوط جدا. منصب الوزير ما هوش تشريف، ده منصب تكليف وعبء عليه وزيادة مجهود وزيادة وتعب أعصاب وحرق دم. الوزير مش سهل، الوزير مطالب بحاجات كتير، ده الوزير الصح. اما اللي رايح بقى واخدها تشريفيه عشان يقولوا الوزير جه والوزير راح مش هيعمل حاجه ومش هيشتغل، وانت بتلاقيها كتير بقى، في ناس بييجوا يمشوا زي قلتهم وفي ناس بيبقى لهم بصمات. اللي له بصمات ده اللي هو خد الوظيفه كواجب قومي ومكلف بيها، يعني هروح بيد ليه؟ زي رئيس السيسي ده يعتبر مكلف، ما هواش منصب تشريفي مع انه رئيس الجمهوريه. ليه؟ لان هو ما بينامش ليل نهار واصبح مضحي بحياته وبروحه على اساس يقف جنب البلد وينقذها، ما هوش واحد مثلا واخد مكان كده يعني تشريفي، لا. فبالتالي كل انسان وطني قوي وبيحب بلده وهيمسك المنصب ده يبقى لازم يتفانى فيه عشان يعدل ويصلح. ويعدل ويصلح مش مجرد ان هو عشان هو وزير، ومن بره برده احنا واجبنا ان احنا نرشد ونعدل ونصلح. واجب كل مواطن لما يشوف حاجه غلط يقول الصح ايه، وما يساعدش على الغلط باي حاجه. لو احنا تكاتفنا كلنا كل واحد في مكانه يدي حاجه ايجابيه ما يبقاش سلبي، البلد هتنجح وساعتها تبقى كل الامور صح. طيب انما العيب عندنا السلبيه. طيب علشان دايما يعني ساعات الاحساس ان احنا بندور في صندوق ومش بنخرج منه، بدليل ان بعض الاسماء اللي تم ترشيحها هي أسماء يعني كانت موجودة قبل كده في الوزارة، والكل بيسأل بيقول إحنا يعني فوق 90 مليون، هل معقولة أن المسألة منغلقة على بعض الأسماء والأشخاص
بيدور حواليها بس الاختيار. ومن ضمن الأسئلة أين علماءنا في الخارج من الاختيار اللي هم طبعا بيشرفونا وبيرفعوا اسم مصر. خلينا أجاوبك على اللي انت بتقولي ده. في عندي نقطتين أقولهم لك. مش معنى أن إنسان عالم يعني يقدر يقود وزارة، ده شيء وده شيء. لابد اللي يقود الوزارة ده يكون شخصية قيادية، ثانيا سياسية، ثالثا صاحب قرار وتقني، لأن يعني مجموعة عوامل مع بعض، لأن ده شخص قيادي. فأنا ممكن أكون رجل متميز جدا في علمي في الجامعة لكن ما أقدرش أطبقه، يجي واحد تاني رجل أعمال بيطبق أحسن مني. واحد رجل أعمال ده رجل تنفيذي وعملي، ما هو سياسي ما يقدرش يتواكب مع الحكومة. يبقى أنا عايز مواصفات معينة للوزير، وعشان كده قلت حضرتك الوزارة ما هي سهلة. المفترض أن في مكونات لشخصية الوزير، واحنا عندنا منها كتير مش بعدلانش، احنا عندنا زي ما تقول 90 مليون واحد، بس الدائره مقفوله. يعني ايه مقفوله؟ قولي لي النهارده رئيس الوزراء ده جاب الاسماء دي منين؟ اكيد يا اما من المحيطين به يا ناس رشحهم له. الناس ديت هل تعلم ان في ناس كتير في اي حته عندها كفاءات تسمح لها ان هي تمسك المنصب ده وهي انترستنج؟ لا. عشان كده قلت لك عايزين قاعده بيانات نقول للناس ونخليها عندنا مخزن معلومات. الناس ديت عايزه تشتغل الشغلانه ديت وهي كواليفاي، يعني لما يجي يختار بقى اجيب الاجابه اللي بتقول عليها، هيلاقي عنده مش دايره مقفوله في 50 واحد زي ما قال ومنهم 17 اعتذروا، يبقى مقفول دايرته في 30 واحد عشان اختار منهم 9، كلام فارغ. لكن لو انا عايز اعمل صح احط القاعده بتاعتي من كل واحد 50. طب تفتكر موجودين. مثلا اللجوء للدكتور علي مصلحي مثلا ان هو يتولى وزارة التموين، هو قبل كده كان وزير. انا معاكي في الكلام ده. تقولي لي هل يعني عايز اسال حضرتك هل ده لان تم اختباره قبل كده؟ ايوه. يبقى في الحاله دي اختبار امن زي ما بيقولوا مثلا، او تم اختبار برضو ادائه من خلال وجوده في مجلس النواب؟ هقول لحضرتك ليه هم اختاروا علي مصلحي. ايوه. دكتور علي مصلحي هو من ابدى منظومه الدعم في الاول. انا حضرت معاه كذا اجتماع، كان ده من 7 سنين لما كان هو وزير، وعملنا مع بعض كذا منظومه للدعم، وهو كان ماشي بيها بالكروت والكلام ده، هو واخد المنظومه من اساسها وفاهمها وعايز يديرها. تمام. لما اتغيرت الظروف والحكومات اللي لها غرض الدعم وجات ده، وهو خرج بره الوزاره. النهارده بقى الدور المطلوب منه اللي هو كان بيعمله زمان وعايز يكمله ما كملوش. أيوة. فقالوا نجيبه هو اللي قادر يكمله لان هو عارفه ودرسه قبل كده. تمام. وهو تولى الوزاره قبل كده. فهو انسب شخص النهارده في المعروضين. بمعنى لو احنا جبنا 50 واحد ولا 100 واحد وقلنا مين يبقى وزير تموين فيهم، هنختار علي مصلحي. ايوه. لكن لو هو بقى ممكن وسعنا الدايره شويه وقلنا والله بقوا 1000 واحد، لا ساعتها ممكن نختار حد تاني. لكن في الوقت الحالي هو افضل انسان ان هو يدير هذه المنظومه. طب يا فندم، يعني احنا انا هستعرض مع حضرتك بعض الاسماء اللي تم ترشيحها، وحضرتك قول لي وجهات نظرك بالنسبة ليهم. يعني احنا عندنا مثلا الدكتور عبد المنعم عبد الودود محمد البنا كوزير للزراعة، هل حضرتك هو اللي انا اعرفه ان هو كان ماسك مركز بحوث الزراعية وادى اداء كويس فيها، وممكن يكون ريليتد لعمله وجوده في وزارة الزراعة هيأدي، لكن الحكم عليه هيأدي ازاي انا ما عنديش فكرة بصراحة. طب في المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفه اللي هو تم ترشيحه كوزير شؤون مجلس النواب، ده موجود طبيعي. يعني هو يعني كان المتحدث باسم اللجنه العليا للانتخابات قبل كده، هل عمله في لجنه الانتخابات يعني القى الضوء عليه وعلى ادائه؟ ما هو ده اللي عايزين نوصل له بقى، منين وصل للترشيح ان هو اتواجد على الساحه ورئيس الوزراء والجهات المسؤوله شافت ان هو اداؤه كويس ينفع لهذا المكان، اهلا وسهلا خلاص. يعني لان انا ما اقدرش احيط بالناس كلها علما. طيب الدكتوره سحر نصر طبعا زي ما قلنا احنا عارفين الدكتوره سحر نصر، وقلنا ان هي قامت بمجهود كويس من اهم الوزراء، هي قامت بمجهود كويس في التعاون الدولي، قامت بمجهود كويس في التعاون الدولي وجابت لمصر منح كتير وعملت اتفاقيات كتير، فهي متميزه في الدور ده وادت دورها صح. كون ان هي تشرف على الاستثمار على اساس ده ريليتد لده، بمعنى اصح يعني هي التعاون الدولي اللي هو الخارجي والمنح من الدول الكبيره والتعاون معاها. تمام. ده له اتصال بالاستثمار.
فلو قلنا ان هي خدت الاثنين عشان يبقى حاجه انتجريتد متكامله مع بعضها يبقى شيء كويس، واتمنى لها النجاح ان هي تدير الموضوع صح. هو عموما كان مطروح فكره دمج الوزارات مع بعضها، يعني كان في هو ده دمج من غير دمج يعني. ايوه يعني في فكره مثلا كان دمج وزاره الثقافه مع الاثار مثلا، هو ما تمش او يعني ما قالوش حاجه زي كده. في احنا قلنا الدكتور علي مصلحي كوزير للتموين والتجاره الداخليه، عندنا الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنميه المحليه، ده كان ماسك مجلس الوزراء للمعلومات، مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، فاكيد وهو ادى منظومه صح مع كل مراكز المعلومات اللي في المحافظات والمجالس المحليه، وهو اللي كان مشرف على الكلام ده كله، فبالتالي هو عنده من الخبره ان هو على اتصال بالمحليات، وده الاساس في اختيار وزير التنميه المحليه مع المحافظين. فعشان كده اعتقد هو ده الجانب اللي اداله ايجابيه ان هو يمسك الوزاره دي. طيب في الدكتوره هالة السعيد وزيره للتخطيط والمتابعه. طبعا الدكتوره هالة السعيد غنيه عن التعريف. ايوه. وهي عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. أيوة. وعضو البنك المركزي ولها دور قبل كده سابق كتير، يعني مش من النهارده، هي بقى لها فتره كبيره بتأدي دورها على الوجه الاكمل، وهي كواليفايد علميا واداريا للكلام ده، واتمنى لها النجاح في ان هي تدير المنظومه صح وتمشيها. طيب عندنا برضو اسم الدكتور خالد عاطف عبد الغفار كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والحقيقه يعني هو كان مترشح اسم الدكتور جابر النصار اللي هو رئيس جامعة القاهرة، كان بيتردد اسمه ان هو اللي هيتولى. ما هو احنا هنا اللي بيتردد اسمه فلان وعلان، لكن الدكتور خالد هو كطبيب اسنان والمفترض ان هو نائب رئيس جامعة عين شمس. تمام. فبالتالي له افكار، احنا بنقيس الشخص بايه؟ الراجل بيفكر ازاي؟ اسلوبه ايه في الحياة؟ هدفه ايه؟ بيوصل لايه؟ بيأدي دوره ازاي؟ لو هو ده يتناسب مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلاص، يبقى هو يبقى انسان، وبرده كل ده هيكون تحت تجربه، لان ربما يكون اللي بيعمله في خبراته السابقه اللي هي تؤهله للكلام ده لا يتوافق مع وجوده كوزير، ما يقدرش ينافس السياسه دي، فبالتالي هيبقى، لكن لو ربنا وفقه قدر يوفق بين العمل ده وده يبقى متميز. عندنا دكتور طارق جلال شوقي كوزير للتربيه والتعليم الفني. هو ده اللي انا بركز عليه شويه. ليه بقى؟ احنا محتاجين ان وزير التعليم مش يكون مجرد وزير تعليم بس، احنا عايزين التعليم الفني ده نركز مهم. عليه مهم جدا، لان احنا عندنا خلل في منظومه التعليم ومنظومه خريجي البطاله اللي عندنا ديت، ومش لاقيين شغل. احنا عايزين حد يعدل، نركز شويه على التعليم الفني. ليه بقى؟ في اي دوله الهرم هنا مقلوب، تلاقي مثلا في امريكا في المانيا في اي حته اللي خريج جامعه 10% و90% هم اللي بيشغلوا الجامعه دي، بتبقى ايه؟ ناس بتوع ريسيرش بحوث ديفلوبمنت تطوير واداره، ولكن الكم الهائل اللي هو بيقوم بالعمل الفعلي هم دول اللي احنا عايزينهم، السواعد دي اللي احنا عايزينها، السواعد الفنيه. احنا اهملنا الكلام ده لان احنا في الاشتراكيه حطينا ان الشهادات بالترتيب كده، اللي ياخد بالشهاده ديت العالي ياخد 10 قروش، دي 5 قروش، 3 قروش، وبالتالي اصبح هدف الناس كلها الحصول على الشهاده عشان يتعين بيها. فبالتالي خرجنا الناس كلها من منظومه الصح، احنا عايزين الناس تشتغل بقى الوظيفه مش الشهاده، انسي الشهاده خالص، عايزين الوظيفه. انت بتقوم بايه؟ انت راجل فني بتقوم بدور كويس، هزود لك دخلك قد كده. انت بقى غاوي علم وغاوي بحوث، اهلا وسهلا روح. يبقى انا ما عنديش، ما اقيمش الواحد بالشهاده، اقيمه بعمله واديله مهمه، وثقافه الشعب لازم تتغير، اتجاهه للفن ده لازم اعلي قامته، ما اقولش ان ده واحد مش كويس. يعني انا شايفه ان الدكتوره هاله السعيد كوزيره للتخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، وخليني احط خط تحت الاصلاح الاداري, الإداري. احنا محتاجين ثوره اداريه. انت اصبت كبد الحقيقه، احنا عايزين ثوره اداريه فعلا، عاوزين نحط للناس حاجة واحدة بس، لو سمحتوا قد ما تشتغل قد ما تاخد، قد ما تنتج قد ما تاخد، انسى حكاية ان انا موظف واخد مرتب والحكومة تدفع لي، اسف ده عمره ما هيوصلنا لحاجة. احنا عايزين الناس كلها
كل واحد يسأل نفسه سؤال، يا ترى انا بنتج قد ايه عشان اطالب بالاجر بتاعي؟ لازم اكون بنتج اكتر ما انا باخد، اكتر ما بصرف. لو كلنا بننتج اكتر ما بنصرف البلد هتبقى كويسه. تمام. انما حكايه الوظائف العامه ديت وانا موظف واروح وما اروحش وما اقدرش حد يفصلني، دي مصيبه. دي مصيبه ما لهاش حل. نغير ده المفاهيم الخاصه المفروض بالوظيفه المفروض الاداريه. المفروض نغير الفكر ده. تمام. احنا طبعا بيتبقى معانا المهندس هشام عرفات وزير النقل، وبرده يعني في كتير شكروا فيه وفي ادائه. خليني اقول لك بالنسبه للمهندس هشام عرفات، هو داخل المنظومه، يعني داخل ما هوش بعيد عن منظومه النقل. هو اللي اشرف على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، واشرف على بعض الانفاق في اللي بتتعمل المترو الانفاق والكلام ده، وكان له بعض الحلول. فبالتالي هو جاي عشان يكمل المسيره، لان واحد من اللي في المطبخ. تمام. فجاي يكمل المسيره وربنا يوفقه فيها. دكتور محمد سعد الدين المتخصص في اداره الازمات وعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، انا بشكر حضرتك على وقتك وعلى وجودك معنا النهارده، وان شاء الله نتمنى ان يكون التعديل الوزاري فتحه خير على مصر وعلى اداء الحكومه في الفتره القادمه. انا سعيد جدا بحضرتك وبالمسبيرو الجهه الاعلاميه اللي المفروض ان احنا نركز معاها وتكون هي واجهه البلد في الاعلام، واتمنى ان لكم ان انتم التقدم والتحسين وتبقوا احسن من القنوات الثانيه كلها الجديده باذن الله. دي نمره واحد. نمره اتنين، بتمنى ان الحكومه اللي جت ربنا يوفقها في ان هي تأدي دورها صح وتغير الفكر وتبقى عمليه في التفكير شويه وتبقى صاحب القرار وتنفذ صحيح. حاجتها عشان المواطن يلمس العائد ده. وانا شايف ان شاء الله سواء الحكومه دي او القديمه او اللي جايه تغيرت ما غيرش، ان احنا حاطين منظومه صح وماشيين على الطريق الصح. وعلى اخر السنه ديت اوعدك من النهارده، اخر السنه ديت هيبقى فيه هناك تحسن ملموس في الاقتصاد المصري، وهذا التحسن هيعود على المواطن وهيحس انه فعلا كان في ازمه والازمه بتتحل. اشكرك يا فندم. اهلا بيك. واشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. طبعا بيظل الشارع المصري في انتظار ما تقول اليه التعديلات الوزاريه من تحسن في مستوى المعيشه وتقدم في مستوى اداء الخدمات وانخفاض في الاسعار وتوافر للسلع، ويبقى ايضا الدور الرقابي للبرلمان في متابعه اداء الوزراء لتعيش بلادنا الغاليه في مستوى يستحق كل ابناء الشعب. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.